لا تسأل الآخرين عنك ولا عن مستقبلك ولا عن أهدافك، لا، اسأل نفسك من الأعماق. ممكن في الأول ما تلقاش إجابات، ولا في اليوم الثاني، ولا في السنة الأولى، ولا السنة الثانية، لكن it's a process. دائما كل مرة كتلقى نصف إجابة. فأنا مع مرور السنوات اكتشفت بأن هذه المرحلة الأولى اللي بديت أنه كنت واصل مع نفسي غيرت مني الكثير.